الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، المجلس 84 بعد 300 من شرح صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 47 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس والطي، ودي إيه؟ أسماء قبائل العرب. وعنه دي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا للإمام مسلم في صحيحه الحديث 98 بعد 506,000، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس، والله ورسوله مولاهم. ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس، ومن تولى الرسول تولاه الله. فدي فضيلة ظاهرة لهذه القبائل اللي هم المسلمين كلهم طالعين منهم. يعني أي واحد مسلم على وجه الأرض لو بحثت في نسبه القديم تجده ينتمي إلى إحدى هذه القبائل، لأنهم انتشروا الصحابة في بقاع الأرض ونشروا الإسلام وتزوجوا وترعت منهم أسر كاملة. فهمت إزاي؟ فأعتقد كل مسلم على وجه الأرض ينتسب إلى إحدى هذه القبائل، أو ينتسب إلى قريش، أو ينتسب إلى رسول الله، وهكذا. فعلشان كده أمة النبي كلها من حيث النسب محترمة، ومن حيث الدين مكرمة، وعلشان كده هي أمة معظمة عند الله نسبا وروحانية. فهمت بقى؟ فلا تستهون أبدا بمسلم على وجه الأرض مهما كان عاصيا، لأن معصيته مهما كثرت لم تحول بينه وبين الخلود في الجنة، وتمنعه وإسلامه وإيمانه يمنعه من الخلود في النار. فهمت؟ فهي أمة مكرمة، اعرف دي كويس. فالحمد لله الذي جعلنا منهم، ونسأل الله أن يجعلنا من أكرمهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج اللي هو دفين الإسكندرية. سيدنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج موجود في رأس التين هناك في إسكندرية. أما تروح الإسكندرية البحري وتزور سيدنا المرسى أبو العباس هو قريب منه، وفي الطريق تمر على سيدنا داود الماخلي اللي هو شيخ الطريقة الشاذلية بعد سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري مباشرة، اللي هو وارث حال سيدي أحمد بن عطاء السكندري. سيدنا داود بن ماخلة موجود هناك برضه في الطريق، وأنت ذاهب إلى زيارة سيدي عبد الرحمن بن هرمز هناك في الإسكندرية. وبعد سيدنا داود بن ماخلة في سند الطريق الشاذلي السادة الوفائية مدفونين هنا جنب سيدي أحمد بن عطاء الله السادة الوفائية، هم اللي مسكوا الطريق بعدها مباشرة. يبقى الطريق الشاذلي مشكوا بعد سيدنا أبي الحسن الشاذلي سيدنا المرسي أبو العباس، يليه سيدنا أحمد بن عطاء الله، يليه داود بن ماخلة، يليه السادة الوفائية. فهمت؟ كل دول الحمد لله مدفونين في مصر محروسة بهم رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا عبد الرحمن بن هرمز ده دفين الإسكندرية اللي هو راوي أبي هريرة. يقول لك سلسلة الذهب في الحديث لأبي هريرة هي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. دي سلسلة أقوى سلسلة لأبي هريرة،
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن رموز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله، غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. لأن بني تميم خرج منهم مدعي النبوة، وخرج منهم في العصر الحديث الوهابية، وفي العصر المتوسط خرج منهم الأزارقة، وخرج منهم القرامطة. فربنا ينجينا أتباع الدجال. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا قال: وحدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال: عبد أخبرني. وقال الآخران: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. هذا لا يعني أن هذه القبائل التي ذكرها النبي أنها ليست فيها خير أن بعض أفرادها من كبار المسلمين المحترمين، بعض أفرادها، لكن ليس على سبيل العموم، فهمت بقى؟ لكن القبائل اللي ذكرها النبي في الخير أغلب أفرادها، يبقى على سبيل الأغلب. هذا لا يعني برضو أن في من قريش من مات كافرا، وفي برضو من جهينة من مات كافرا، فهمت بقى إزاي؟ لكن النبي يتكلم على على الغالب الأعم. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل يعنياني ابن علي قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، قال: أحسبه، قال: يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. لأن هذه القبائل التي ذكرها لم تسلم إلا بالقتال بعد قتال شديد، إنما القبائل التي ذكرها أولا أسلمت بغير قتال. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن أبي أي يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس، وده تميمي، الأقرع بن حابس كان تميم، كان النبي يسميه الأحمق المطاع، الأقرع بن حابس، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة، محمد الذي شك، يعني محمد الراوي اللي هو محمد بن أبي يعقوب هو اللي شك يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم اللي هو جاي منها وبني عامر وأسد وطفان، أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم،
وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله قال وجهينة ولم يقل أحسبه. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة ابن سواب قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة؟ ومد بها صوته فقالوا يا رسول الله قد خابوا وخسروا. قال فإنهم خير. وفي رواية أبي كريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار؟ وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، لأنهم كانوا أغنياء، فلما جت أموال الزكاة بتاعتهم كانت كمية ضخمة. القبائل اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه ليست فيها خيرية كانت قبائل تشتهر بايه بالتفاخر، وتشتهر ايضا بالاغارة على غيرها من القبائل، وانها تفتري عليهم بالقوة، فهمت ازاي، وان عندهم كبر وغرور. اما القبائل التي ذكرها النبي زي اسلم وغفار وجهينة ومزينة، كل دي قبائل دي كانوا يشتهروا بالتواضع وبالتراحم وبالمواساة وبالرحمة، فهمت ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الأخلاق الطيبة، يحبش الأخلاق اللي فيها ايه العنجهية، عنجهية الجاهلية. فقبائل تميم وأسد وغطفان وبني عامر وطي، كل دول قبائل كانت تشتهر بالعنجهية، فهمت ازاي. عارف يعني ايه العنجهية؟ يعني التكبر بالأنساب والأحساب والتفاخر بالأعمال، حتى ما يعمل عمل صالح يعلن بيه، وأنا بعمل وأنا بعمل. النبي كان يحب العمل الصالح سري، ودي قبائل كانت ايه تعمل الشعر علشان اكلت الناس، وتعمل الطعام علشان مثلا ايه نصرت انسان ضعيف، وهي ظلمت المئات، نصرت واحد وظلمت المئات، فتقول لك احنا ناصري الضعيف، كلها كلام فارغ. فالنبي ما يحبش الشعارات الكاذبة، فهمت ازاي. فاي واحد بقى له شعارات كاذبة يدخل تبع هذه القبائل بصفتها، واي انسان فيه تواضع ومواساة ورحمة بالناس يدخل تبع القبائل التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت تسارع إلى الحق، وكانت تلوم نفسها ولا تتفاخر بنفسها وتتعالى على الناس. فالنبي كان لا يحب التعالي ولا التكبر، يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، فهمت إزاي. فلازم تعرف التفضيل مبني على إيه، على الأخلاق الطيبة. التفضيل كله مبني مش مسألة أنساب بقدر ما هي أخلاق طيبة، فهمت. كلما كان فيك خلق طيب كلما كنت مكرم عند الله وعند الخلق أيضا، وكلما كان في الإنسان خلق سيء كان محقر عند الخلق وكان حقير عند الله، فهمت بقى. فتخلق بالأخلاق الطيبة يرفعك الله درجات بجوار نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة إيه؟ أحسنكم أخلاقا، مش كده برضو، أحسنكم أخلاقا. إيه بقى تعريف الأحسن أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون، فهمت إزاي؟ الذين يألفون ويؤلفون، تحب عشرته، اللي تكره عشرته اعرف إنه ده من أهل النار، فهمت إزاي؟ لأن أهل الجنة متودين متراحمين، تحب عشرته، تفرح لما تشوفه، وتزعل لما يسيبك، فهمت إزاي؟
الموطؤون أكنافا، إيه؟ الذين يألفون ويؤلفون. يحب الناس والناس تحبه، يحب الخير للناس والناس تحبه. إنما التاني المتعالي الإنف ده، الناس تبقى زي ما هو إنف من الناس، الناس تأنف منه. فهمت إزاي؟ بالظبط المعاملة بالمثل. وكانوا يضربوا المثل بالمتكبر، يقول لك كأنه رجل فوق جبل يرى كل الناس صغارا وكل الناس يروه صغيرا. فهمت إزاي؟ لأن هو فوق جبل، جبل نفسه. فهمت إزاي؟ نفسه دي كأنها جبل عالي كده، شايف الناس بيتعالى عليه، فشايف كل الناس صغيرين. والعجيب ان الناس كلها برضو بتبص عليه كده شايفاه صغير. فهمت ازاي؟ فنسأل الله السلامة. فلازم تفهم من الاحاديث دي تشوف صفات اهل ايه هذه القبائل، عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفضلش بالانساب، ده بيفضل بالاخلاق. فكانت هذه القبائل العربية كانت قبائل متواضعة، قبائل ما تحبش الفخر، قبائل ما تحبش الاغارة. وكتم مدبوع، يوم مدبوع بس يخطف له حاجه كده ياكلها خلاص قبل ما يعرف ان السرقه حرام. فهمت ازاي؟ عشان كده قال له ايه سراق الحجيج. طب ما انتوا نهاب الحجيج، هم سراق الحجيج وانتوا نهاب الحجيج يا بني تميم، كانوا ينهبوهم. فهمت بقى ازاي؟ فالمساله العبره كلها بالاخلاق الطيبه. فهمت؟ ديننا كله يقوم على الاخلاق. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت. دوس دي إيه؟ فرع من غفار. دوس دي فرع من غفار، فهم؟ قبيلة كبيرة في اليمن ليها فروع. دوس دي كان منهم عبد سيدنا أبي هريرة، كان سيدنا أبي هريرة دوسي فرع من غفار، فهم؟ فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. أول ما بيقولوا له كده الناس قالوا إيه؟ هلكت دوس. النبي حيدي عليها، هلكت دوس، راحت في داخلها. فهم؟ فقيل هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. شوف النبي بقى لا يدعو بالهلاك ولا الثبور، لكن اتفرج أنت على الجماعة اللي كانوا إيه؟ موجودين في رابعة وموجودين بتاع، كل دعائهم في القنوت هلاك وسبور. فهمت ازاي؟ ما فيهاش رحمة أبدا. يعني بدل ما يقول اللهم ألف بين قلوب المسلمين يقول اللهم عليك بمن خالفنا، اللهم اهزمهم وزلزلهم. طب قول يا أخي اللهم قرب بين القلوب، اللهم ألف بين القلوب مثلا. لكن تلاقي دعائهم يقبضك وانت جوه الصلاة كده تبقى حامل هم القنوت، قاعد بتصلي كده وبتقرا الفتح بتقول يا رب ما يجي القنوط ده، يا رب مش عايز يجي القنوط ده، من كتر ما هو دعائهم كله هلاك وسبور وهلاك وسبور. مش كده سنه النبي، مش كده. شوف يروحوا للنبي يقولوا له ايه؟ ادعي على الكفار، مش ادعي على المسلمين، ادعي على الكفار، دول كفار كفروا. يقوم يقول النبي يقول ايه؟ اللهم اهدي دوس. وببركه دعوه النبي كل دوس اسلمت بعد ذلك، ببركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ فلازم تتعلم خلق نبيك الرحمه. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث عن ابي زرعة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه لا ازال احب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اشد امتي على الدجال. يبقى بني تميم في منهم الفاسد وفي منهم الصالح. فهمت؟ فهيطلع من بني تميم ناس اشداء على الدجال، اقوياء مسلمين محترمين. فهمت ازاي؟ يعني ما فيش قبيله خدت الشر المحض ولا قبيله خدت الخير المحض، لكن ربنا وزع الاشياء دي كلها. فعلى مستوى الافراد ممكن يخرج من وسط قبائل ذكرها النبي بانها يعني قبائل يعني ليست لها مرتبه عند الله، يطلع منها بعض الافراد يكون لهم مرتبه عند الله، بعض الافراد. فهمت بقى؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه لا أزال أحب بني تميم من ثلاث. إزاي سيدنا أبو هريرة بقى عايز يصلح الأحاديث اللي قالها إن بني تميم يعني إيه وحشين وحشين وحشين؟ فحاول يصلح إيه الأزمة دي في إيه في الكلمتين اللي قالهم دول في الآخر، لأن الحديث ده موقوف على أبي هريرة وله حكم المرفوع، خد بالك. ليه؟ لأنه فيه ذكر أمر غيبي
الدجال ده هيجي بعدين في المستقبل، والامر المستقبلي لا يعلمه الا من يوحى اليه، ابو هريره لا يوحى اليه، فلما يجي ابو هريره يقول ايه اشدهن على الدجال وده امر غيبي، يبقى اكيد سمعه من النبي، فيبقى له حكم الايه؟ حكم المرفوع، يبقى حديث موقوف له حكم المرفوع. لماذا؟ لانه فيه اخبار بالغيب، واخبار الغيب لا يكون الا عن نبي. فهمت بقى المساله؟ قال ابو هريره لا ازال احب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اشد امتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دي صدقات قومنا، يعني نسبه لنفسه قومنا لانهم عرب برضو من العرب. قال وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فانها من ولد اسماعيل، لان دول برضو من ذئين من زرري وسلالة ابونا اسماعيل ابو العرب ايه المستعربة، هو العرب العاربة والعرب المستعربة، العرب العاربة كانوا قبل اسماعيل والعرب المستعربة اللي هم جم بعد اسماعيل. فهمت ازاي؟ وعن ابي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا ازل احب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، فذكر مثل الثلاثة ايه؟ الثلاثة ان هم اشد امتي على الدجال دي اول حاجة، وان صدقتهم لما جت قالوا ايه؟ قال صدقات قومنا نسبهم لنفسه، وقال على ايه سبية من بني تميم اعتقيها بانها من ولد اسماعيل، فمن اولاد اسماعيل ثلاثة اهو، ثلاث ايه مفاخر يعني. وعن ابي قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني امام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد، وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم، ولم يذكر الدجال. باب خيار الناس. يبقى الصفات التي تكون في الإنسان يبقى من خيار الناس، أول ما يتكلمك على خيار الناس شوف الصفات تخلق بها تبقى منهم. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. لا شك الانسان اللي خصاله جيدة وكان كافرا لما يسلم بيسلم على ما فيه من خير، إذا كان عالم فيفيد المسلمين بعلمه، إذا كان إنسان شجاع يفيد المسلمين بشجاعته، إذا كان إنسان حكيم يفيد الناس بحكمته، مش كده برضه؟ إذا كان إنسان صارم ويعرف يدير الناس إدارة كويسة فيفيد الناس بإدارته وسياسته وهكذا. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لأن هيحول الايه الملكات العظيمة اللي فيه اللي ربنا ادهاله دي بعد ما يتعلم الإسلام إلى خدمة للإسلام. فهمت بقى المسألة؟ فالناس معادن، زي ما المعادن كده في معادن لا تصدأ كالذهب والفضة، ففي ناس كالذهب والفضة لا يصدأوا ولا يتأثروا بالفتن، وكلما مرت عليهم الفتن كلما ازدادوا لمعانا. في ناس كده ربنا يجعلنا منهم. فهمت؟ وفي ناس بقى زي الصفيح يتطبقوا على طول، تيجي له صدمه يتطبق على طول ويجي له شلل ويترمي في عينه وكذا ويموت ويموت، ما يستحملش ايه احوال الدنيا لانه صفيح. فهمت ازاي؟ ضعيف. وفي ناس ايه تجنزر يعني ايه؟ يعني تصدق، يعني الفتن تترك عليها اثار، كلا بل ران على قلوبه، رانه صدق. فهمت ازاي؟ معادن، زي ما تشوف كده الفيزيكس في المعادن وصفات المعادن هتلاقي في ناس زي هذه المعادن، وفي ناس عندها صلابه، في ناس عندها ليونه، في ناس عندها خنوعه، وفي ناس عندها تتكسر، وناس تلين، وهكذا انواع كتير زي المعادن. فسبحان الذي خلقنا من هذه الارض التي فيها المعادن وجعل اخلاقنا تشبه اخلاق المعادن. فسبحان الله. وكان اخير الناس مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا النبي بشر لا كالبشر.
كالذهب حجر لا كالحجر. فهمت؟ قالوا كده، النبي بشر لا كالبشر، كالذهب حجر لا كالحجر. يبقى الناس معادن. قال: تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الرواية بضم القاف، فقهوا، لكن يجوز فقهوا بالكسر ويجوز فقهوا. ايه الفرق بقى؟ اصل ايه فقه؟ ففي فقه وفي فقه وفي فقه، ايه الفرق بينهم؟ فقه يعني فاهمة، يبقى فقه يعني ايه؟ يعني فاهمة وزنا ومعنى. طب وفقه يعني سبق غيره في الفهم. تقول فلان فقه فلان، يعني ايه؟ يعني سبقه في الفهم بالفتح. طب وفقه يعني صار الفقه فيه سجية، يعني اصبح الفهم فيه يعني سجية، طبيعة فيه، يفهمها وهي طايرة، زي ما المصريين يقول لك احنا بنفهمها وهي طايرة. فهمت ازاي؟ يعني ايه؟ يعني الفقه فيهم سجية، عيال فهلوية كده يفهموها بسرعة. فهمت ازاي؟ ادي معنى فقه. يبقى فقه بالضم صار الفقه فيه ايه؟ سجية، طبيعة يعني. إذا فقهوا. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه. والتملي أكثر الناس عداوة للإسلام، لما يدخل في الإسلام يكون أكثر الناس عداوة للكفار، لأنه واضح مع نفسه، إنسان واضح مع نفسه، ما عندوش تلوين. لما يكون مقتنع بالحق يتعصب له فيكون قوي في الحق، لما يكون في الباطل متعصب للباطل ظنا منه أنه حق، أول ما يترك الباطل ويرى الحق تجده أنه هو ينصر الحق بقوة كما كان ينصر الباطل بقوة. فهمت ازاي؟ فأكثر الناس عداوة للدين. إذا والمثال سيدنا عمر بن الخطاب، شوف سيدنا عمر قبل ما يسلم كان ايه؟ من أشد الناس عداوة للإسلام، وأول ما أسلم لا، عمر بن الخطاب اللي المسلمين كانوا يتحموا فيه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الإنسان اللي القوي عموما، اللي عنده قوة ووضوح لرؤية، لما يكون في الكفر إذا وضحت رؤيته للإسلام كان أيضا في الإسلام واضح الرؤية قوي. فهمت بقى المسألة؟ لأن دي طبيعة فيه. لكن المتلون أبو الوجهين ده مايع ده. فهمت إزاي؟ ده سواء في الإسلام تلاقيه مايع منافق، وفي الكفر تلاقيه برضه مايع، ولا هو قائد هنا ولا قائد هنا، ولا مفيد هنا ولا مفيد هنا، لأنه هو إيه؟ ذو الوجهين. فهمت بقى المسألة؟ وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه. وتجدون من سيدنا خالد بن الوليد، شفتها كان إيه؟ وشوف عكرمة بن أبي جهل كان إيه؟ وشوف عمرو بن العاص كان إيه؟ كانوا من أشد الناس عداوة. شوف بعد ما كده بقوا سيوف من سيوف الله. فهمت بقى المسألة؟ وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين. لأنه مايع بقى، الرؤية عنده غير واضحة. فهمت ازاي؟ لما يبقى الانسان الرؤيه عنده غير واضحه يبقى مايع، لا لون له ولا طعم له ولا اثر له في الاسلام ولا اثر له في وسط الناس. فهمت ازاي؟ لانه مايع، يقعد مع اهل الكفار يلغيهم بالكفر، يقعد مع اهل الايمان يكلمهم بالايمان ويبقى كانه ولي في وسط الاولياء، ويقعد مع الشياطين يبقى شيطان في وسط الشياطين. فهمت ازاي؟ متلون، ما ينفعش ده. فهمت بقى؟ وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أبي قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد بمثل حديث الزهري، غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه. باب من فضائل نساء قريش. نساء قريش، نساء العرب لهم فضائل كثيرة مهمة تاخد بالك، لأن العرب عموما في الجملة كده أفضل من سائر إيه؟ الأجناس، لأن النبي عربي، لا شك النبي خرج من إيه؟ أفضل الناس، ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهم.
ففي الجملة العرب في الجملة أفضل من غيرهم، خد بالك في الجملة لا على سبيل الأفراد. فممكن يبقى في بعض أفراد العرب أسوأ وبعض أفراد غير العرب أفضل، فهمت بقى المسألة؟ يبقى على سبيل الجملة لا على سبيل الأفراد، افهم الحتة دي مهمة. كذلك نساء قريش على سبيل الجملة هم خير النساء، من حيث ان هم احناهن على ولد، احفظهن لما لزوج، وايه واكثرهن تبعلا للازواج. ولما يموت زوجها ما تقدرش تتجوز لحد ما تربي عيالك، طبيعتهم كده. يعني احنا في بلدنا مثلا، وفي كثير من بلاد المصريين، الست اللي تتجوز وجوزها يموت وسايب لها اطفال ما تقدرش تتجوز لحد ما تربيه، وتعتبر عيبه ازاي اتزوج واسيب العيال دول، تعتبرها عيب مع انها تبقى شابه صغير. ليه؟ لان دي صفات احناهن على ولد، فهمت؟ تضحي حتى بايه؟ بحياتها من اجل اولادها، فهمت؟ فتجدها دي كتيره بقى، النماذج دي كتيره جدا في بلاد المسلمين، تجد النماذج دي ايه؟ كتيره جدا. لكن هناك في اوروبا اتفرج، اول بس ما جوزها يضايقها تسيب له الجمل بمحامه وتمشي مع رفيقها، فهمت؟ مختلفين. هذا لا يعني ان في اوروبا برضو في نساء محترمات، لا في نساء محترمات، احنا قلنا على سبيل الجمله. وهذا لا يعني برضو ان مش كل النساء العرب كده، في بعض النساء العرب برضو ايه بيعملوا وما تراعيش زوجها كويس وما تراعيش اولادها كويس. في احنا بنقول على سبيل الاجمال لا على سبيل الافراد، فهمت بقى؟ يعني ايه يسموها ايه؟ statistically significant، يعني ايه؟ يعني من حيث الاحصائيه دلة إحصائية، يعني تقول مثلا 90% من نساء العرب كده، واخد بالك؟ و10% أي كلام. لكن تروح بقى في غير العرب تلاقي لا، تلاقي مثلا 60% 50% 40% تقل بقى، تبتدي النسب الحلوة تقل، فهمت؟ أدي المسألة. باب من فضائل نساء قريش. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل، قال أحدهما صالح نساء قريش، وقال الآخر نساء قريش. أحناه، السبب أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أدي الصفات الحلوة اللي فيهم، أحناه على يتيم يعني لما يتيتم ما تقدرش تتزوج لحد ما تربيه، يبقى لما تفقد بعلها توقف حياتها على تربية أبنائها، فهمت ازاي؟ ادي معناه أحناه على يتيم وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تحافظ على مال زوجها وتخنوش، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وابن طاووس عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال أرعاه على ولد في صغره ولم يقل يتيم. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. لأنها خرجت، لأنها هي مش من العرب، يعني مريم بنت عمران ليست من العرب، فهي خارجة من الإيه؟ لأن دي مستثناة من نساء زمانها، فهي خير نساء زمانها. بغض النظر عن ركبت ابل او ما ركبتش، فدي مخيره من الله بقى، خير نسائنا. لحسن تفتكر النساء العرب اخذ افضل من مين؟ من مريم وابنه عمران عشان ما ركبتش الابل، فهمت؟ وعن ابي قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ام هانئ بنت ابي طالب. أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت سيدنا علي بن أبي طالب. النبي أراد أن يخطبها ويتزوجها لأن كان لها أبناء أيتام بتربيهم ولادها، فأراد النبي أن يشاركها في تربية أبنائها، فاعتذرت. ليه؟ لأنها خافت لحسن تنشغل بأولادها عن رعاية النبي فما تقومش بحق، فهمت إزاي؟ فاعتذرت.
خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال، فقال رسول صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا، ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في الزواج. يعني شوف إيه، أم هانئ ضحت بأنها تكون أم للمؤمنين، وده مقام عالي قوي من أجل أولادها، مخافة إن هي إيه تنشغل عن أولادها ورعايتها. فشوف تأديب، فعشان كده النبي أثنى عليها. أيوه دلالة على إن فيهم صفات عظيمة. فهمت؟ ركبنا ليه؟ لأن كانت النساء ما بتركبش الخيل. كان النساء في عصر النبي يركبوا إيه؟ بيركبوا الجمال بس. على الرحم. يعملوا زي هودك كده تركب فيه النساء. واخد بالك؟ فالحرائر يعني، الحرائر. وبعد كده لما كبروا ولاد ستنا أم هانئ بقى راحت عرضت نفسها على النبي، إنها فضيت بقى ممكن أتجوز دلوقتي. فالنبي اعتذر لها، هذه بتلك. لأن النبي كان يريد أن يتزوجها عشان يقوم برعاية أبنائها أصلاً. فالولاد كبروا خلاص. فالمقصد انتهى. لكن أنا بيبين لك قد إيه هي ضحت بنفسها وضحت بمقام عالي رفيع. فهمت إزاي؟ من أجل إيه أبنائها؟ مخافة إنها تنشغل بزوج عن أبنائها. عشان كده النبي أثنى عليها. فهمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا، ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال أحناه على ولد في صغره. وعنه به قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وعنه به قال حدثني أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر هذا سواء. ونقف على باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنه جميعا. غدا إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرم.